أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. لقد تحدثنا في الآية السابقة عن الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن أرسل منا رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي علمنا الكتاب أي القرآن والحكمة، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وأمرنا بالصبر، وبين الله لنا أنه مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. وهذا الصبر هو ضروري للإنسان الذي كلف بتكاليف لعمارة الأرض وإقامة أمر الله في أرض الله. فالإنسان لم يخلق عبثا، إنما خلقه الله في هذه الأرض ليعمرها، قال تعالى: واستعمركم فيها. وعمارة الأرض يكون بامتثال أمر مالكها وصاحبها وهو الله. فالأرض والكون كله ملك لله، والإنسان ملك لله من خلق الله، فتكون عمارة الأرض بإقامة أمر الله. الطواغيت أي المجرمون من خلق الله الذين سماهم الرسول الله سبحانه وتعالى كافرون أو جاحدون، هؤلاء يحاولون البغي والتسلط على عباد الله. فإذا فعلوا ذلك فما هو موقف المؤمنين؟ المؤمنون موقفهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وبأنفسهم. وربما خاف الإنسان من الموت، ولكن الموت لا بد آتيه، فليحرص على أن يمتثل أمر الله. فإن مات مجاهدا في سبيل الله كان شهيدا، وإن عاش عاش عزيزا، لا يتسلط عليه أحد ولا يجبره أحد بالوسائل الإرهابية على أن يكون عبدا لغير الله تبارك وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى في الآية التالية لما ذكرنا في الحلقة السابقة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخر الآيات. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني ليسوا كالأموات الآخرين. طبعا كل الأموات نكفنهم وبعد التغسيل ونصلي عليهم وندفنهم، إلا الشهيد يدفن بثيابه ويحشر يوم القيامة بدمائه هذه واحدة، فهو ليس كبقية الأموات. هذا غير مهم بثيابه أو بكفن، ولكن مهم أن الله تبارك وتعالى يجعل الشهيد حي، حي حياة حقيقية في جسم، ولكن في جسم طائر، فيعيش حياته الخاصة. لا تقول عنهم أموات بل هم أحياء عند الله تبارك وتعالى. يقول مسلم رضي الله عنه، روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة، يعني أقبل عليهم الله يكلمهم، فقال: ماذا تبغون؟ يعني أنتم تسيرون في الجنة وتتناولون ما لذ وطاب كما تريدون وكما تشاءون تتنعمون، ماذا تريدون شيئا آخر؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا، من أن يسألوا، يعني الله بيسألهم ماذا تريدون، قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. أجر الشهادة وسعادتها عظيمة جدا عند الله، فأحسن شيء يطلبونه يقولون: ربنا أعدنا للدنيا حتى نموت في سبيلك مرة أخرى. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، أو لا يرجعون، يعني ما في أحد يموت ويرجع،
إلا يوم القيامة. فهذا الطلب لا يلبى لكم. إذن ابقوا في سعادتكم في الجنة في حواصل طيور الخضر إلى أن تقوم الساعة فيدخلون الجنة. الشهداء عند ربهم يرزقون، وعندما تقوم الساعة يدخلهم الله سبحانه وتعالى جنات الخلد خالدين فيها أبدا. يقول سبحانه: ولكن لا تشعرون، أي لا تشعرون بحياتهم. نحن نرى الميت لا يتحرك وقد يبلى، ولكن له حياة خاصة الشهيد، أنتم لا تشعرون بها. الله تبارك وتعالى وهو العالم بكل شيء، وهو الذي أعطاهم هذه المنزلة، يخبرنا بذلك. ويقول أيضا: ماذا يحصل للإنسان؟ الإنسان دار ابتلاء. قد يقول قائل: ليش فلان مات شهيد؟ طيب يعني كان حي أحسن. لا، الرب سبحانه وتعالى له حكم. قد يختار بعض الأشخاص للشهادة ويرفع درجاتهم في الجنة، وقد لا يختار بعض الأشخاص للشهادة فيعيش الحياة الكريمة ويقيم أمر الله في أرض الله، ويكون أيضا في الآخرة بمنزلة الشهداء وربما أكثر. وقد تزل قدم أناس فيجبنون ويخضعون للباطل وللطواغيت، ويتأثرون بالإرهاب من أهل الطاغوت ومن الفراعنة، فيتركون طاعة الله ويطيعون غيره. ولكن المؤمن يعلم أنه إذا ضيق عليه الخناق طاغية من الطواغيت أو بقدر من الله أو بسبب من الأسباب، فمر بالجوع، فهذا كله من الله، من أجل أن يتميز الناس ويتعرف الإنسان على حقيقته، هل هو صابر كما مرت الآيات السابقة في الصبر، أم هو ينزلق في طاعة غير الله تبارك وتعالى. فيقول ربنا تبارك وتعالى في الآية التالية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم أي نختبرنكم. الابتلاء أيها الإخوة المؤمنون يكون في العطاء ويكون في المنع، يكون في النعمة ويكون في المصيبة. الابتلاء بالمصيبة أمره سهل، لأن الإنسان عاقل إذا كان عنده ذرة عقل عندما يصاب بمصيبة يعلم أنه لا قبل له بها، يحاول أن يرفعها بالطريق الذي شرع بينه الله، فإن لم يستطع استسلم لأمر الله، والله يفعل ما يريد. ويقول كما يأتي في الآية: إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الابتلاء في النعم فهو أخطر، لأن النفس البشرية تستقر وتستكين لنعم الله وتنسى الله. أشبه ما يكون بالطفل الصغير، يعطيه أبوه حلوى يفرح ويضحك ويأخذها مصة، بعدين دير ظهره لأبوه يقول لأبوك شكرا، ربما يأتي فيضرب أبوه أو يركب على ظهره. فبدل أن يشكر لا يفهم معنى الشكر، بس ضحك بأبوه، أبوه بالسر ويكفيه هذا. ولكن الإنسان العاقل عندما يعطيه ربه شيء ينبغي أن يزداد طاعة لله ويزداد شكرا لله، لا أن يستعبد عباد الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتحت عليه مكة سجد لله شكرا ولم يستعبد الناس. لما قالوا له: ماذا أنت فاعل؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بعد النصر أطلق سراحهم. ولكن الطواغيت ماذا تفعل؟ سوى انقلاب عسكري، الناس لا تريدهم. لا لا، في شعب بريدنا، منو اللي بريدكم؟ تثور الناس شرقا وغربا وغربا، تفتح تمه ما بصير يفتحوا تمون، يعطوهم بالرصاص. ويأتي الدجالون عملاء صهيون يظنون أنفسهم أنهم مفتين وأنهم يطيعون رب العالمين، وهم جهلة دجالون منافقون. يقول: لو أضرب في المليان. لمين يضرب المليان؟ اليهود الذين اغتصبوا أرضنا؟ لا، المسلمون، وهم يقولون الله أكبر. ما بصير يقولوا الله أكبر، ينزعج الطاغوت من كلمة الله أكبر، هن الأكبر. انظروا أيها الإخوة إلى تسلط الإنسان على الإنسان، الذي يفقده حريته في الطعام، حريته في الشراب، حريته في الكلام، حريته في المبدأ في الدين، ليعطيه الدين اللي بريده. وتعلمون الله بدينكم، والعياذ بالله تعالى. ومن هذه المصائب التي تصيب بني آدم والمؤمنين يبين الله لنا أنها ابتلاء من الله. هل نصبر حتى يتحقق النصر؟
وتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي، أم نستسلم للظلم والطغيان؟ فيقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء، شيء يعني قليل، من الخوف، خوف من الأعداء، والجوع، تنقص الخيرات والأطعمة. انظروا يا إخواني، الآن بعض الأشخاص في الذين حاصرتهم دولة فرعون، دولة الخنزير، ابن الخنزير، كيف يأكلون الكلاب ويزعم أنه يعني هو يعمل بصالح الشعب؟ أي شعب هذا؟ أي إجرام هذا في حق الشعب؟ ما مر في الإنسانية كله مثل هذا الإجرام أبدا. ما يزعل عندما يقول بعض الناس من ما يتألمون يقولون عنه كافر؟ قالوا زعل كفروا، ما هو كافر، هذا أنجس من الكافر. كثير من الكفار بحالهم يكفر جهنم، جاءته عزرائيل يأخذه ويدس في القبر ويرى عقابه عند الله، ولكن هذا مجرم مع كفره، لأن هدفه الأساسي تدمير الإسلام والمسلمين لمصلحة اليهود، وتدميرهم بطريقة لا إنسانية، تجويعا وتعذيبا وقتلا في الشوارع وهتكا للأعراض وقتلا للنساء وقتلا للأطفال. ما في مثل هذه الجرائم مرت في عهد الإنسانية أبدا، وقد أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في حلقة سابقة: في آخر الزمان يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. فهذا الابتلاء بالخوف، بشيء من الخوف من أعدائكم المجرمون المتسلطون، والجوع، تنقص الخيرات، يجوع الناس، يحاصرون، تنقص الأمطار، تخف محاصيل الأراضي الزراعية، ونقص من الأموال، الأموال التي تأتي من الأنعام، الحيوانات اللي يسموها الغذاء البروتيني، أو من النباتات. طبعا الأعداء الهون في هذه الأيام يا إخواني ماذا يفعلون؟ إسرائيل ماذا تفعل؟ تكسر أشجار الزيتون. هنا عندنا الطواغيت في البلاد الإسلامية في سوريا وفي غيرها ماذا يفعلون؟ يدمرون الزيتون، يقتلون الحيوانات، يقتلون. إذا واحد أصابه جرح روحوا بكملوا عليه، إذا طبيب عالج إنسان وهذا شيء إنساني يقتلون الطبيب. هذا شيء فظيع لم يجري في الإنسانية من قبل. ونقص من الأموال والأنفس بالقتل أو بالموت، يقتل أحباء لنا، إخوة، أبناء، أحفاد، أصدقاء، يقتلون. لماذا؟ لأنهم يقولون ربنا الله. ما بدنا ربنا لا الأسد ولا البقرة ولا الحمار ولا كذا من المتسلطين، ربنا الله. لا ما بصير، ربنا الأسد ينفذ ما يريد فيه، ما تريده أمريكا ومن ورائها إسرائيل، هكذا يكون في كل العالم، لأن إسرائيل مخططة على أن تحكم العالم، وتحكمها عن طريق رجال الأمن والدجالين الذين يتسلطون على الناس، يظنوا نفسهم السلطان إلهم، والسلطان هم لمن يبعثهم ويحركهم من الصهاينة الذين يوجهونهم بتنظيمات سرية خطيرة في العالم كله والعياذ بالله تعالى. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، الثمار تقل أيضا على الناس. وبشر الصابرين، بشر الصابرين الذين يصبرون حتى يحققون أمر الله، لأنه لا بد للأمور أن تتغير، إذا ما استطعتم أن تغيروها أنتم فإن الله سيغيرها، ولكن بحكمته وإرادته، بعد أن تعودوا إلى الله وتعرفوا الله. العاقل عندما تمر عليه هذه المحن وهذه الشدائد يعرف أن سبب ذلك هو حكم الطاغوت، فيرجع إلى الله ويتحرر من حكم الطاغوت فيعيش سعيدا. أما الجاهل قد يستكين، المؤمن فما استكانوا لما أصاب، فما وهنوا وما استكانوا لما أصابهم في سبيل الله. فالمؤمن يصبر، وبشر الصابرين. إذن رجعت الآية أكدت على الصبر الذي جاء في الآيات السابقة. وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ كل واحد يقول أنا بصبر، والله مبير حمار تزقت غير 100,000 ليرة سوري أو 100,000 دولار أو يعني إيه، بس صبرت، صبرت معلش، هذا صبر، معلش بتصبر 100,000 دولار ما عجبتك وصبرت كمان، يعني كأنه الله بده يعطيك على كيفك، إذا نقصن شوي والله الحالة ديقرة، كن كان عم بربح 10,000 صار يربح 9,900، لا لازم 10,000. الإنسان طماع، ولو أنه عرف حده ووقف عنده وعرف ربه لكان خيرا من ذلك، لكان غير ذلك. لو أنه عندما تصيبه مصيبة قليلة أو كثيرة يصبر. وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. من خلقنا؟ الله. الله يملك خلقه ولا لا؟ يملكه. العبودية لله أيها الإخوة في عبودية اضطرارية وفي عبودية اختيارية. العبودية الاضطرارية كل مخلوق من بني آدم ومن غير بني آدم هو عبد لله تبارك وتعالى وملك لله تبارك وتعالى، لأن الله خلقه. ما خلقك لا أبوك ولا أمك ولا أحد من الناس، ولا حطت شركة الكهرباء حطت في بطن أمك كذا حتى كبرت، لا. الله تبارك وتعالى بخلقه لك خلية خلية حتى شق لك السمع والبصر والأظافر والأيدي والأرجل ثم خرجت. كيف تنسى ربك؟ من أنت؟ من خلق الله. فعندما تقول إنا لله يعني نحن خلق الله وملكه، وإذا كنت من ملك الله يفعل بنا ما يشاء. عندك سيارة بتركبها تطفيها بتطفيها، بشغلها تاخد على التصليح، تغير موتورها تبيعها، ملكك. هل يستطيع أحد يقول لك؟ فعندما تتذكر أنك لله، أنك ملك لله، تخف عليك المصيبة وتعلم أن الله يفعل ما يريد. بعد آخر الآية وإنا إليه راجعون، سنرجع إلى الله. الآن في الدنيا الله ملكنا نفسنا في بعض الأمور، نفعل ما نشاء، وهذه المشيئة ليست كاملة، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ولكن أعطانا الله شيء حتى لا ننسى أننا ملك الله. فعندما تقول إنا لله أي ملكا وتصرفا، وإنا إليه راجعون سنرجع إليه، ويأجرنا إن صبرنا، أو يرفع المصائب عنا، أو يغفر لنا ذنوبنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك الذين يقولون ذلك ويعرفون موقعهم في الأرض من الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بعد قبل الرحمة هذه في رحمات خاصة وهي الصلوات، الصلاة في اللغة من الله الرحمة، أولئك عليهم صلوات يعني رحمات خاصة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أي زيادة، وأولئك هم المهتدون. مهتدون إلى ماذا؟ مهتدون إلى سبيل سعادتهم. وبقي علينا حديث نود أن نتمه إن شاء الله في حلقة قادمة قبل أن نبدأ بنص جديد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.